وجهاز فني والاتحاد الافريقي طبعا ساهم بشكل كبير. طيب استاذ ايمن، ربما قبل ما نروح للدوري والماتشات اللي جايه، الزمالك كمان خساره هدفين، بطل جيبوتي، وايضا حاجه كانت ايضا مفاجاه للزمالك وحتى للجماهير المصريه. اه طبعا معاك، بس انا قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك اكمل بس جزئيه على اللي قاله الاستاذ علاء، اللي هو برضو الاتحاد الافريقي ما بيحترمش توقيتات التوقف الدوري، دائما بيضع الاهلي او يعني باعتباره ان هو بيمثل الكره المصريه في افريقيا في مواقف صدام مع اتحاد الكره المصري. يعني في كاس العالم للانديه كان في توقف الاجنده الدوليه، وبرضه لعيبه الاهلي رايحين يلعبوا كاس العالم الانديه وهو حط موعد المباراه في هذا التوقيت. هذه البطوله برضه او كاس السوبر او بطوله السوبر المنتخب عنده ارتباطات دوليه مع سواء الاجنده الدوليه توقف سواء مباراه اثيوبيا ثم مباراه تونس الوديه، وانت حاطط لي ميعاد مباراه الاتحاد الجزائري بعديها يعني، وانت اللي محدده. طب ما تاجل يعني المباراه، كان ممكن زي ما بقول دي مباراه احتفاليه ببدايه موسم في افريقيا، ومباراه ما بين بطلي الدوري وبطل دوري الكؤوس، ومباراه سوبر اعملها بتوقيت. يعني انت اخطات في التحكيم واخطات في الحكم الفار وتوقيت المباراه ما كانش مناسب. انا اسف يا استاذ امين، يعني انت عارف حضرتك احنا السوبر ده فضل طول عمره كان بيتلعب في فبراير، شهر فبراير دايما، يعني بيكون دوري الابطال خلص في ديسمبر والكونفدراليه خلصت في نوفمبر، بيلعبوها في اول بدايه السنه. تخيل حضرتك احنا اخر مره كانت شهر 4، بعد كده شهر 12، بعد كده شهر 9. شوف حضرتك الثلاث مواعيد، شوف 4 و12 و9، يعني ثلاث مواعيد مختلفين تماما على بعض، ولا تفهم ده بدايه موسم ولا نص موسم ولا نهايه موسم. في ارتباك كبير طبعا، واضح يعني الدنيا الخريطه متغيره يعني.